منظمه نساء الاتحاديات تطلق سلسله ندوات على المستوى الوطني في موضوع المراه والدوله الاجتماعيه. لماذا هذا الموضوع؟ لاننا نعتبر على ان بناء اسس الدوله الاجتماعيه الحقه لا يمكن ان يبنى ونحن ما زلنا نعاني من الكثير من مظاهر اللا مساواه ومن الكثير من مظاهر اللا انصاف ومن كثير من المظاهر لا مناصفه ايضا. وبالتالي نقول على انه اقرار دوله اجتماعيه حقه تبدا بالمساواه الكامله ما بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه والثقافيه والسياسيه. ولماذا اختارينا هذا الموضوع؟ لاننا نعتبر على انه الزخم اليوم اللي كاين في المغرب حول النقاش العمومي اللي كاين حول الحمايه الاجتماعيه ما يمكنليناش نبطروه من النقاش العميق ديالو اللي هو نقاش بناء الدوله الاجتماعيه اللي تتبنى على 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 تكافؤ الفرص، على المساواه الكامله، على العداله، على 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 الكرامه، وتتبنى ايضا على انه في كل مواطن تلقى العيش الكريم وتلقى الرفاه داخل هذه الدوله. وبالتالي نعتبر على انه لا يمكن اقرار دوله اجتماعيه كامله دون اقرار حقوق انسانيه كامله للنساء المغربيات. أولا الشقر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه ونائبه رئيس الامميه الاشتراكيه. اليوم كنشارك في هذه الندوه المنظمه من طرف المنظمه للنساء الاتحاديات حول موضوع الدوله الاجتماعيه ووضعيه النساء، ومن منظور ديال الورش المهم ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه، واللي هو ورش كما كتعرفوا كان بتوجيهات ملكيه ساميه وجات من بعد ما عرفناه من ازمه اجتماعيه ومجتمعيه بعد جائحه الكوفيد، واللي ايفيكتيفمون سلطت الضوء اكثر واكثر على ضروره اننا نتكفلوا بالشرائح المجتمعيه الاكثر عوزا. اليوم النقاش ما غيدورش على الحمايه الاجتماعيه بصفتها يعني الشموليه، ولكن خاصه بما هي تساعد على تمكين النساء اقتصاديا والحد من الفوارق المجتمعيه ما بين النساء والرجال. من الطلبي عضو منظمه النساء الاتحاديات مسيره لهذه الندوه التي تنظمها منظمه النساء الاتحاديات في اطار سلسله من الندوات اللي بداتها المنظمه انطلاقا من مدونه الاسره، واللي دارت بخصوص 76 لقاء تقريبا قبل ان تضع مذكرتها لدى اللجنه، ثم كانت هناك ندوه ترافعيه بخصوص نساء الجبل، واليوم على اعتبار ان الدوله المغربيه انها منخرطه في ورش الحمايه الاجتماعيه، انها منخرطه في اعاده النظر في شروط الاستفاده من الحمايه الاجتماعيه. وما تعرفوا يعني ان هناك مجموعه من القوانين التي هي قيد الدراسه الان وقيد التنزيل الان، اذا كتجي منظمه النساء الاتحاديات في اطار هاد الانخراط ديال الدوله الراعيه او ما يسمى بالدوله الاجتماعيه، واللي هذا شعار يساري، شعار ديال لي سوسياليست. حنا اليوم في منظمه النساء الاتحاد كنضعوا يدنا على واحد الجانب من الناس المعنيين بالحمايه الاجتماعيه، واللي هي النساء الطرف الضعيف داخل كل المجتمعات، وهي النساء التي تعرف وضعيه هشاشه، وضعيه فقر، وضعيه لا استقرار لا اقتصادي ولا اجتماعي الى اخره. اذا اليوم هناك تلة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال اللي غادي يعني انهم غادي يحيطونا بمجموعه ويضعوا ايديهم على شنو هو التاثير القانوني، شنو هي الاخلالات، شنو هي الافاق، هل بالفعل ان المغرب من خلال هاد الاليات وهاد القوانين اللي وضعها واش بالفعل على السكه الصحيحه، واش بالفعل ان هناك رصد لواقع حقيقي وهناك معالجه حقيقيه لان النساء المغربيات بالفعل يستفيدن من حقهم الاول والدستوري، وهو الحق في العيش الكريم، ولا المدخل ديالو هي الحمايه الاجتماعيه، ان يكون لهن دخل قار، ان يكون لهما سكن وكرامه في العيش، ان يكون لهن ان كن ارامل او ان كن عجزه او ان كن غير مشغلات او في القطاع غير مهيكل الى اخره، انهم على الاقل هناك حدود دنيا لضمان هذا الاستقرار في العيش وضمان الكرامه، وبالتالي ان تجد نفسها بالفعل تتمتع نسبيا بالمساواه مع اخيها الرجل. لذلك اليوم هذه الندوه هذه نتمنى انها ترصد مجموعه من الامور واللي غادي تخرج بخلاصات وتوصيات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.